السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نحكي عن هي الرافعة اللي هي بيجي فيها 4 شوكات، تمام؟ غير الرافعات اللي شرحت عنهم بالفيديوهات الماضية. الرافعات اللي بالفيديوهات الماضية كان بيجي فيها شوكتين واغلبيتهم بيجوا هيك، بس هي لا، بتجي مميزة لانه في لها وظيفة معينة، فبتجي ب4 شوكات، بالاضافة انه بتحمل 3 طن، بتحمل وزن 3 طن على الكهرباء، بتنشحن شحن ممتازة. رح نشرح عنها هلأ، وهلأ بتشوف المعلومات المواصفات كلها اللي فيها. يلي ما شاف الفيديوهات القديمة بإمكانك تفوت على القناة وتشوف الفيديوهات اللي نزلت قبلها. وبالإضافة إذا عجبك الشرح اللي عم أحكيه والشي اللي شرحته واستفدت منه، بتمنى أنك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك مشان يجيك شي جديد. ويلا خلينا نشوف الفيديو. تمام، اليوم رح نحكي عن هاي الرافعة. هاي الرافعة بتجي 4 شوكات فيها، تمام؟ يعني بيجي هون عنا 4 شوكات فيها. ليش بيجي فيها 4 شوكات؟ لأنه في طبليات بتجي عريضة، عرضها 2 3 4، تمام؟ فبدها 4 شوكات عشان تتوازن الطبلية ويمشي حالها، تمام؟ هاي بالنسبة لهذا الموضوع. مواصفاتها نفس المواصفات، هاي بتحمل 3 طن بس، تمام؟ هاي هون عنا 60 30، هاي بتحمل 3 طن. هاي بتجي ارتفاع تبع الشوكات تبعها، وترفع الشوكات تبعها، بيجي ارتفاع الشوكات تبعها للمترين 2.5 بس، مو اكثر، تمام؟ هاي بالنسبة لهدول. عنا الدواليب تبعها بيجوا كاوتشوك، كمان دواليبها كاوتشوك. بالإضافة هون في عنا هي اللي حكينا عنها، إنه هي بترفع من هون. في عنا عربايات، تمام؟ في عنا عربايات بنحطها هون، نحنا بنحط الشنجل هون بالنص، بعدين بنجيب هاد بنحطها من هون هيك، بنسكر على الشنجل، بنسحب العرباية، بكون في عليها كمان شغلات أوزان تقيلة أو كذا، تمام؟ فمشان هيك بنستعمل هي القصة. هون شوفي عنا، هون عنا الباب تبعها مطرح ما موجودة البطارية، هي هون بطاريتها هون موجودة. هذا الفيش بتسحبه، في فيش بتجي تبع الشاحن تبعها، بتحطهم مع بعض بيشحنوا مع بعض. هي بطاريتها هون، هذا الباب تبعها بيفتح غير، تمام؟ بيرجع بيتسكر، تمام؟ مثل ما حكينا هي بتجي 4 شوكات. بالإضافة إنه عندنا هون كمان أضوية لها، في عندنا كمان هذا الضوء اللي حكينا عنه الأزرق اللي بيضوي الأحجار، حورجيكم إياه هلا. تفرجوا هون بيطلع عندنا الضوء، بس شغلوا هذا هو، شفتوه؟ هذا عم يفهمي ميزة جديدة لكم، في 3 أضوية حلوين. لقدام هدول الأضوية بيضووا، مشان إذا أنت ماشي بالصالة جوا وفي ناس عم يمشوا، انتبهوا إنه في ضوء هون وفي رافعة جاية، تمام؟ مشان هيك هذا الضوء بيعمل. هاي بالنسبة لموضوعها من برا، تمام؟ هلا رح أشرح لكم عنها من جوا، كمان شوفوها من جوا هلا هيك. هي جديدة طبعا، جايبينها شايلينها جديدة ما شاء الله. سكر الباب هلا. هي فيها شغلة، هي دركسيونال، تمام؟ هذا الزر تبع الأمان، تكبسه بتعود الرافعة ما بتشتغل ولا بتتحرك ولا بيصير فيها شيء. هون عاملين شغلة حلوة كمان جديدة، هذا فرام الإيد تبعها، تكبس هيك راح الضوء، خلص راح فرام الإيد، بترجع بتكبسه بيوقف فرام الإيد، تمام؟ فيها شغلة حلوة كمان، فيها مكيف، فيها بارد وحامي، يعني شغلة ظريفة والله. مكيف بيجي بارد وحامي، تمام. وفي عنا شغلة كمان حلوة هون عاملين، اللي هي هون شاشة جديدة. الرافعات القديمة كانوا الشاشات بيجوا هون، تمام؟ هلأ لا، لاغينو الشاشة هون، حاطينها شاشة إلكترونية كتير حلوة وظريفة، تمام. هلا عنا هي الكبسه، هي الاشاره لك، هي للمساحه. عنا هي الكبسه الثانيه للمساحات الورانيه، تمام. وهدول ما في يعني هون شيء.
عنا هاي الكبسة مشان السرعة تبع هون مثل ما حكينا، سرعة 10 20 30، أكثر شيء 30. تمام، هاد كبسة الضوء هون اللي كان شغال، بيشتغل الضوء هون، بيشتغل الضوء، ترجع تكبسها بيطفي. تمام، هاي بالنسبة لهاد. هون لتشوف قديش بنحمل عليها التبغ، هاي للكبسة تبع العرق تبع البلور، وتعرق البلور من البرد والبخار يعرق تعطيه. هون هدول الكبسات مشان تفوت على السيستم تبعها. طبعا هون ما في مانعينا لانه السيستم حصان موظف الشركة بيجي هو يفوت على السيستم تبعها. تمام، مشان هيك ما بيجي. تمام، هلا هون عنا بالرافعات القديمة كان في عنا فوتيسات، يعني هون فوتيس، هلا لا مغيرها. هون حاطين لك هي بتسحبها لفوق، بيرتفعوا الرافعات لفوق، الشوكات لفوق. بوريكم كيف، شوفوا كيف ارتفعوا لفوق. تمام، عندك مثلا الشوكات بدك هن بيكونوا مثلا مثل ما حكينا، بيكونوا هيك الشوكات لتحت، انت بدك ترفعه لفوق مشان تكون الطبليه ما تسحب. تمام، شوف شلون هلا برفعه لفوق، ارتفعوا، شايفين كيف ارتفعوا لعندي هيك جلسته. تمام، شوفي عندنا شغله ثانيه، كمان عندنا شغله ثانيه، هاد مشان اذا تزيح الشوكات على اليمين او على اليسار، بوريكم كيف، شوفوا كيف بتبسها. هلا لكم هون عم ينزحوا على اليسار، برجع بتبسها لعندي بينزحوا على اليمين. تمام، هي بالنسبة لهدول. عندنا هدول هي اللي بتفتح الشوكات، تفردهم اربع شوكات. هلا افردهم انا وانزل بوريكم اياهم من تحت، شوفوا كيف. هلا رح افتحهم، تمام، هلا هيك فتحوا على الاخير، رح اورجيكم اياهم هلا كيف منظرهم. هدول تباعوا، شوفوا منظرهم كيف، اربع شوكات شايفين، غير الشوكات اللي كانوا هذيك تنتين، كانوا بس هيك تنتين، هلا هون اربع شوكات، شايفين منظرها كيف، هي بتجي هيك اربع شوكات. حورجيكم الارتفاع تبعها كمان قديش بترتفع عشان تشوفوا هي مرفوعة. تمام، شوفوا الارتفاع هلا تبع الشوكات، هذا بيجي مترين ونص. تمام، لانه احيانا بتكون طبلية عريضة كثير فبترتفع كثير، بتجي خطر يعني، فهيك بترتفع مترين ونص، شايفين هي منظر الشوكات العظيمة. يعني اختراع ما شاء الله رائع عن جد، هذول جاعوا بدهم ياكلوا. تمام، رح ارجع انزلهم هلا. هاي بهاد مثل ما حكينا، شايفين عم ينزلوا. هلا نزلوا، بنرجع بنضبهم من الشوكات، شايفين عم ضبهم هلا. ضبيتهم، رجعوا تسكروا. تمام، هي بالنسبة لهدول. عنا هون الزمور تبعها، هي الزمور تبعها. تمام، بالإضافة هون عنا علبة صغيرة بتحط فيها الأغراض اللي بدك إياها. هون إذا عندك قنينة مثلا كولا مي شغلة بتحطها. تمام، طبعا هون هي بتجي هيك تبعها السيستم، هون بتسند إيدك على هي، بتسندها هيك. تمام، شوفي عنا، عنا الكرسي حكينا عنه هذيك المرة كمان، انه الكرسي هون في له هي بتسحبها انت مشان تسحب الكرسي لورا او تقلبه لقدام. تمام، انت بتعيره كيف ما بدك. طبعا في لها حزام هون بس ما بنستعمل حزام، احنا بننزل بنطلع احيانا من الرافعة كثير فما بنستعمله. تمام، هي بالنسبة لهي الرافعة تبع اليوم اللي هي مثل ما حكينا لها اربع شوكات. تمام، هي بعد ما ضبيناهم، هلا ضبيناهم هيك. هي كل شيء مواصفات عنها، وهي مثل ما بدكم تجي على الكهرباء كمان، شحن بتنشحن، ورجيتكم البطاريه تبعها. تمام، هي شكلها، شكلها من جوا كيف، كثير حلوه.
ما حكينا على فرام الايد، هذول تبعات المكيف. هاي هون تيجي الشاشه تبعها هيك، وهي التحكم تبعها كله من هون. تمام، طيب صح نسينا هي اوكي عليها. هاي بتكبسها لقدام، مش الرافعة لقدام. بتكبسها لورا، ترجع الرافعة لورا. هي سهلة لقدام ولورا. تمام. تمام اخواتي. بتمنى يكون ان شاء الله استفدتوا من الفيديو وعجبكم ان شاء الله الموضوع. اذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة واعملوا لايك وفعلوا زر الجرس، واي اسئلة حابين تسألوها انا جاهز ان شاء الله. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.